بتاريخ 17 أيار للعام 2022 نشر الموقع الرسمي لوزارة العدل الإسرائيلية نص مشروع قانون لإنشاء شركة مصرفية جديدة تعمل على إعادة تنظيم العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية. هذا البنك الجديد سيحمل اسم شركة خدمات المراسلة المساهمة المحدودة، على أن تتم إتاحة المجال أمام الجمهور الإسرائيلي للاطلاع على القانون وتقديم ملاحظات أو اعتراضات قبل أن يدخل حيز التنفيذ بموجب قرار يتخذه وزير المالية لدولة الاحتلال ومحافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عندما تعلن الشركة أنها باتت جاهزة للشروع بعملها، وهو أمر يحتاج إلى فترة قصيرة على ما يبدو. طبعا هذا الأمر استعرضته مقالة لمركز مدار تحت عنوان ماذا وراء إنشاء بنك إسرائيلي جديد لتنظيم العلاقة مع سلطة النقد الفلسطينية. ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي وليد حباس، الباحث الرئيسي في مركز مدار للدراسات الإسرائيلية. وليد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور. يعني المقالة تحت عنوان ماذا وراء إنشاء بنك إسرائيلي جديد لتنظيم العلاقة مع سلطة النقد الفلسطينية، فما هي تفاصيل الأمر؟ هل فعلا سيكون هناك بنك إسرائيلي جديد وبدأوا بالشروع في ذلك، وما الهدف منه؟ نعم صحيح، الفكرة ليست جديدة، فكرة عمرها تقريبا 4 أو 5 سنوات، وليس هناك فقط بنك شركة إسرائيلية لتنظيم العلاقة، ولكن أيضا هناك شركة جديدة فلسطينية موازية لها سوف تقوم بتنظيم العلاقة. إذا الموضوع بدأ تقريبا عام 2016 عندما أعلن بنكين إسرائيليين هم ديسكونت وهابوعليم أنهم سوف يتوقفوا عن تقديم خدمات للبنوك الفلسطينية. وهلا بحكي ايش بالضبط طبيعه هذه الخدمات. وكان قرار هذول البنكين خوف من قانون الارهاب الامريكي، وبالتحديد هذول البنكين لا يستطيعوا ان يعرفوا الى اين تذهب الاموال، وهل يمكن شهداء او اسرى او بين قوسين كما يسموها تقع بين ايادي ارهابيه. فبالتالي كان بنكين تجاريات اسرائيليين أعلن لوزارة المالية إحنا سوف نتوقف عن الدخول في هذا الحقل الشائك، ولكن إسرائيل تحتاج أن تقوم بعلاقات بنكية ومالية مع السلطة الفلسطينية يعني بموجب اتفاق بروتوكول باريس التجاري. هناك العديد من العلاقات البنكية اللي ممكن نفصلها لاحقا. في هذه الفترة كان هناك وكيل في وزارة المالية الإسرائيلية اسمه شاي باباد. طبعا منصب وكيل وزارة المالية الإسرائيلية ومنصب مهم جدا، وواحد من أهم وظائف ومهمات وكيل وزارة المالية هو التنسيق المالي مع السلطة الفلسطينية ومع وزارة المالية الفلسطينية. يعني هو فقط محطوط على المكتب بتاعه العلاقة الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، هذا وكيل وزارة المالية. فشايب عباد بعد ما أعلن هذول البنكين أنهم يخشوا أنهم يدخلوا في علاقات مالية مع السلطة الفلسطينية اقترح إقامة بنك جديد، وهذا يكون مدار من قبل الحكومة الإسرائيلية وفي له قوانين خاصة فيه. الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو سنة 2018 صادقت على هذا الأمر، وبدأت الشركة تعد نفسها، وكان مفروض أنها تبدأ عملها بال 2020، ولكن الحكومات الإسرائيلية والانتخابات ومشاكل سياسية داخلية حالت دون هذا. ولكن قبل شهر تقريبا أو أكثر من 3 أسابيع تم صياغة قرار أو قانون ينظم عمل هذه الشركة، وهذه الشركة قائمة من 2021 وإلها أسهم مطروحة في السوق وإلها مساهمين. وأيضا تم في 2021 إقامة حسب موقع جلوبس الاقتصاد الإسرائيلي، كمان في 2021 أقيمت شركة فلسطينية أو بنك فلسطيني موازي لإلها، بحيث أن العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل تتم من خلال هذول البنكين، بنك
إسرائيلي اسمه كورسبوندنس بنك اللي هو بقدم خدمات مراسلة هيك اسمه. نعم. وأيضا هناك شركة فلسطينية موازية له. إيش حيث اسم كل علاقات البنوك الفلسطينية تركز في الشركة الفلسطينية. الشركة الفلسطينية شو اسمها اللي المضبوط ما بعرف لأنه أنا يعني ما شفت يعني في إعلان عنا عن هذا الشيء، ولكن بطبيعة الحال أنه تتركز العلاقة البالية بين السلطة الفلسطينية من خلال البنك جديد فلسطيني أو شركة جديدة فلسطينية اللي هي تأخذ كل معاملات البنك الفلسطيني لعندها، وهي تكون الوان جيت اللي أمام إسرائيل. وفي إسرائيل نفس الإشي، في إسرائيل هي الشركة موجودة مكانها معروف وين بنيتها، معروف مين هم الدايركترون أو مجلس الإدارة. بالمناسبة فيهم شخص عربي اسمه منصور خطيب، وأيضا فيهم شلومو كوهين وفيهم دانيال رافائيل، يعني معروف مين هم مجلس إدارتها وكل واحد حصصهم في الأسهم إلى آخره. والقانون الجديد اللي تم نشره على موقع وزارة القضاء الإسرائيلية وبيحدد يعني طبيعة عملها وعلاقتها مع بنك إسرائيل ومع الحكومة الإسرائيلية وكيف طبيعة علاقتها مع البنك الفلسطيني. نعم. طيب وليد، إذن الهدف من وراء إنشاء هذا البنك الإسرائيلي هو لتنظيم العلاقة مع البنوك الفلسطينية أو سلطة النقد الفلسطينية تحديدا، علما أن العلاقة اللي بتربط الجهتين هي متمثلة بثلاث أمور: المقاصة، الفائض الشيكل المتكدس في البنوك الفلسطينية، وأيضا تحويل رواتب العمال الفلسطينيين. فهل في حال إنشاء هذا البنك سيتم تحويل رواتب العمال إلى هذا البنك اللي بيجري الحديث عنه من فترة طويلة إنه مش رح يتم ورح تتغير آلية كيف العمال الفلسطينيين رح ياخدوا رواتبهم؟ يعني مظبوط، أول شيء العلاقة البنكية أو المالية بين إسرائيل وبين السلطة علاقة معقدة بتدخل فيها العديد من الحركات والتحولات والمقاصات إلى آخره، ومش واضح تماما شو الهدف الحقيقي من وراء إسرائيل لأنها تنظم العلاقة من جديد من خلال هذه الشركة. لأنه في بعض الدراسات أو التحليلات اللي احنا طلعنا عليها هي بتحيل الهدف من وراء هذه الشركة الرواتب العمال. العمال في داخل إسرائيل احنا بنحكي عن تقريبا أكثر من 150 ل 170 ألف عامل حسب الإحصائيات الرسمية، جهاز الإحصائيات العدد أقل شوي من هيك، وحسب اللي بيكونوا بيحملوا تصاريح وأقل وأقل. ولكن في النهاية أحد الأشياء المزعجة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي إنه المقاولين الإسرائيليين بيحملوا كاش كميات كبيرة في جيبتهم، وهذا طبعا صار بات غير مسموح داخل إسرائيل إن الواحد يحمل أكثر من 6000 شيكل. فبالتالي تنظيم رواتب العمال من خلال تحويلات بنكية رح يكون أسلم بالنسبة لإسرائيل. لكن هذا ادعاء، وربما يكون أحد أسباب إقامة الشركة، ولكن مش السبب أكيد الرئيسي أو مش الهدف الرئيسي. خلينا نحكي أحد الأسباب، ولكن مش الهدف، خاصة مش إنه تحويل الرواتب معناه فوائد، معناه ناس رح تستفيد من هذا الموضوع وتستغني على حساب العمال، كيف أنا فهمت؟ مضبوط. هذا يعني زي أي شيء جديد بدخل او اي علاقه جديده بتدخل داخل الاقتصاد بيكون في لها تبعات غير مباشره. نعم. طبعا لما البنوك الفلسطينيه رح تستفيد من موضوع تحويل الرواتب او البنك اللي رح يكون على علاقه مع هذا البنك. ربما انا مش كثير من مجال اهتمامي البنوك الفلسطينيه، ولكن انا يعني بفكر ان قطاع كبير من الفلسطينيين اللي هم العمال بيشتغلوا داخل اسرائيل هذول محيدين. نعم. عن المنظومة البنكية الفلسطينية، ما بيقدر يأخذ ائتمان ولا بيقدر يأخذ قروض، لأنه إحنا بنعرف إنه هذه الأمور بتصير لما الواحد يكون عنده راتب بينزل عن البنك. نعم. العمال نسبة كبيرة وهم يعتبروا طبعا أحد أهم مصادر الدخل المجتمع الفلسطيني. الأجور العمال بيجي من إسرائيل. إحنا نحكي عن مليارات الشبكة السنوية. صحيح. هذه المصاري تدخل كاش على مناطق على الضفة الغربية أو على مناطق السلطة الفلسطينية. تنظيمها من خلال البنوك بمعنى إدراج نسبة كبيرة أو فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني في منظومة القروض وفي منظومة هلا مين بيستفيد هون يعني ما بعرف. هذا بس رح يحل مشكلة السيولة والتكدس الشيكل يعني. طبعا رح يساهم في ده، لأنه برضو في أحد الـ 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 الـ
الإشكاليات الموجودة لدى سلطة النقد الفلسطينية هو رفض إسرائيل سحب كمية الفائض بفائض الشكل. يعني إحنا بنحكي عن في سنوات طبعا هذا الحكي، يعني أنا عملت مقابلة مع رئيس سلطة النقد السابق في سنوات كانت الواحد يدخل على البنوك يلاقي الشواكل المكدسة في الكرادورات. ليش؟ لأنه عم بدخل كاش كثير على مناطق السلطة الفلسطينية ولكن ما بيطلع كاش بنفس الكمية. هذا إحنا بناخد ميزان التبادل التجاري ومن وين تدخل هذا حسب كل يعني البروتوكول متعارف عليه في كل دول العالم إنه البنك المركزي صاحب العملة اللي بسوق العملة المفروض يسحب فائض الشيكل هذا، لأنه الشيكل هذا موجود غير مستخدم، هو عملة ميتة، يعني لا هو يعني لا غير مربح للبنك، عكس مضر للبنك، بالتالي لازم يسحبه أو يبدله على دولار أو على عملة أجنبية. البنك المركزي الإسرائيلي بيرفض يسويه، طبعا جزء من 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 سياسة التحكم. وسلطة النقد من خلال الإدارة المدنية حاولت أكثر من مرة ترفع النسبة الأموال اللي مفروض بنك المركزي يسحبها للبنوك الفلسطينية، ولكن باستمرار هذه النسبة لا تصل إلى كمية الفائض الشيكل. وليد، أنت كاتب أصلاً في المقالة حول هذا الموضوع، أنا ليش سألتك على البنوك الفلسطينية؟ يعني إنك كاتب إنه هذا رح يمكن العمال من أنهم يأخذوا ائتمانات وقروض من البنوك الفلسطينية والتمتع بكل الخدمات البنكية اللي تمنح لكل حدا بيحصل على راتب عن طريق البنك. طبعا. بالتالي هذا رح يعود بفوائد على البنوك الفلسطينية لما أكثر من 100,000 عامل فلسطيني بنضموا للمنظومة البنكية. نعم فليكن. طيب هلا يعني هل هذا الموضوع يعني هو موضوع مفيد او مضر؟ طبعا هذا بناء على كل واحد كيف قرات يعني للموضوع. طيب هلا الاخطر من ذلك انه البنوك الفلسطينيه رح تكون مكشوفه أكثر على هذه الشركة الإسرائيلية، وبالتالي هي أكبر للرقابة، ربما لهذا الموضوع رح يكون في تبعات أمنية ومالية وسياسية، فما هي؟ طبعا يعني أنا بقترح أنه هذا الموضوع بحاجة لواحد يعني متبحر في موضوع القانون حتى يفهم بالضبط يستنطق القانون أو مود القانون الموجود. ولكن حسب ما أنا موجود أمامي لما قرأت القانون اللي بيقع فيه 5 مواد و12 بند، هو بتحدث أنه الشركة هذه الجديدة اللي اسمها الكورسبوندنت سيرفيسز ليميتد أو بنك الخدمات المراسلة المساهمة المحدودة، هذه الشركة الإسرائيلية راح تكون خاضعة لرقابة الشرطة الإسرائيلية وسلطة منع تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وأيضا تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وزارة الجيش الإسرائيلي، وأيضا راح تكون هناك تدخلات مستويات أمنية واستخباراتية على كل العمليات المالية اللي تدخل عليها. بمعنى إنه منظومة الرقابة والتحكم الإسرائيلي راح تتكثف أكثر فيما يخص كل العمليات المالية اللي بتحصل داخل مناطق السلطة الفلسطينية. الهدف الأساسي كان إنه أنا كبنك ديسكونت أو كبنك أبو حليم اللي هم سابقا كانوا يقوموا بعمليات المقاص وأعلام البنوك الفلسطينية أو عمليات تحويلات إلى آخره، بدعوا إنه إحنا بنوك تجارية وما بنقدر نعرض حالنا لعلاقة بين قطبين غير معروفة إذا مشبوهة مش مشبوهة. إحنا طبعا نتحدث عن دولة استعمارية، يعني كيف تتعامل معنا موضوع الإرهاب وموضوع أحيانا بيكون ذريعة. فبالتالي لما تدخل الحكومة الإسرائيلية من خلال وزارة الملكة من خلال وزارة الجيش والشرطة والمخابرات إلى آخره تتحكم في هذا الموضوع تفضل على العاتقة، وفي بنود داخل هذا القانون بتحكي إنه كيف إحنا نتعامل في موضوع الإرهاب، متى نحايده ومتى نفعله ومتى إلى آخره فيما يخص هذه الشركة تعاملها مع البنوك الفلسطينية. هذا بيعني إنه تحديد الرقابة كل العمليات اللي داخل البنوك الفلسطينية أو مراسلاتها مع البنوك الإسرائيلية أو حتى مع الخارج راح تكون تحت رقابة أكثر. هذا بيفتح المجال لكثير أشياء. هل راح تكون بعض هذه العمليات مشروطة بمصادقة هاي الشركة ولا غير مشروطة، تخضع لقانونها لا تخضع لقانونها؟ فبالتالي هو في عملية تكثيف للرقابة الاستعمارية على الاقتصاد الفلسطيني من خلال أدوات قانونية ومن خلال أدوات كثيرة ممكن إحنا نفهمها من أداء هذه الشركة. كمان قلت هذا قد يعتبر تعديل حقيقي أحادي الجانب على بروتوكول باريس الاقتصادي. طبعا أنا بالنسبة لي بشوفه تعديل أحادي الجانب.
طبعا احنا بنعرف انه باستمرار في هناك يعني لم تنقطع جلسات التنسيق اللي بين وزارة المالية والإسرائيلية والفلسطينية، ولكن ايضا بروتوكول باريس التجاري اللي اتحط في 94 بغض النظر عن سوءه او حسناته، بغض النظر هو كان نكبة او كان شيء جيد، هو انتهى مفعوله، انتهى مفعوله بمعنى انه في مستجدات كثيره على ارض الواقع غيرت كل الاشياء اللي بنص عليها بروتوكول باريس التجاري، ومع ذلك ما يزال نافذ، والسلطه الفلسطينيه تحتكم له، واسرائيل تنصرم كثير من اموره. احد اهم امور المفروض او اول بند موجود في بروتوكول باريس التجاري لازم يكون هناك لجان اقتصاديه، لجان اقتصاديه بين الطرفين، اللي كل مستجد بيصير مع السنوات يكون في هناك لجان من الطرفين يتباحثوا فيه. هذا اللجان متوقف من زمان، يعني صار اكثر من 20 سنه متوقفه، واسرائيل اللي بتقرر كل حاجه انا بدي اسوي هذا الدكور. ولكن على ما يبدو انه بعد ما قررت وبعد ما سوت القانون وهيك ايضا داخل مناطق السلطه اقيم بنك موازي لهذا الشيء. فاحنا ما بنعرف بالضبط طبيعه هذا، يعني لاي مدى في هناك التنسيق، لاي مدى في هناك التفكير الجماعي، على اي مستوى يخدم مين بالضبط بالتحديد، هذا الشيء غير واضح. يعني شكرا على هذه الإيضاحات، شكرا لك وليد حباس الباحث الرئيسي في مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، تحياتي لك، شكرا.